الهجوم. أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في غزة، عبرت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية خلال مؤتمر صحفي عن رفضها وغضبها لما تعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجن عوفر الإسرائيلي من قمع وانتهاك على يد مصلحة السجون الإسرائيلية، معلنة عن حالة الاستنفار القصوى والدعوة لانتفاضة شاملة في وجه الاحتلال. عندما يعلن أسرى البواسل عن انتفاضة السجون والمعتقلات في مواجهة البلطجة الصهيونية، يعني أن المقاومة تعلن هذه الانتفاضة في مواجهة الاحتلال. حراك فصائلي أعلن عزمه على تنظيم سلسلة فعاليات وطنية خلال الساعات القادمة وتصعيد الاشتباك الميداني مع الاحتلال لمواجهة السياسات الإسرائيلية القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين. علينا أن نبحث كيفية الوصول إلى انتفاضة شعبية شاملة تقود إلى عصيان وطني شامل بوجه سياسة الإجرام التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي. هذا وتشير الفصائل إلى أن هذا التصعيد الخطير بحق الأسرى الفلسطينيين يأتي ترجمة للإجراءات القمعية التي أعلن عنها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان بحق الأسرى، ومحاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستثمار ورقة الأسرى في سياق الدعاية الانتخابية، والمدخل لذلك هو استغلال حالة الانشغال الفلسطيني بالأزمات السياسية الداخلية. المساس بحياة أسرانا الأبطال، هذا الأمر سيقلب كل الموازين وكل الأمور. لا يمكن أن يسمح أي طفل فلسطيني بأن يمس هؤلاء الأسرى الأبطال. سنتصدى بكل الوسائل وبكل السبل لحماية أسرانا الأبطال. انتهاكات إسرائيلية متواصلة للقوانين الدولية الإنسانية تضع المجتمع الدولي أمام اختبار المساءلة والمحاسبة لقادة الاحتلال. تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال سيؤدي لانفجار الأوضاع الميدانية في عموم الأراضي الفلسطينية أمام حالة غضب شعبي وفصائلي ينذر بانتفاضة شاملة. حازم البنا، الغد، غزة، فلسطين.